اهلا وسهلا بحضراتكم. احداث النهار بدات معاكم النهارده، هنبدا بدري ساعه شويه عشان خاطر موضوع طبعا افتتاح هذا المصنع اللي تم في الاسكندريه اللي بتحوي طبعا ما يقارب من 7 مشروعات بتروكيماويات موجوده في محافظه الاسكندريه. النهارده المشروع ليه بنقول عليه قومي؟ لانه بينتج اكبر مشروع في مصر والشرق الاوسط لانتاج بين قوسين ما يسمى الايثالين، وطبعا لانه زي ما قال وزير الكهرباء مشروع مصري 100%، وطبعا لانه مشروع قومي كمان لانه بيشجع على الاستثمارات وبيجذب الاستثمارات في الداخل والخارج وبينتج كل ما تحتاجوه مصر من ما يقام على المواد طبعا البتروكيماويات والايثالين، وكمان لان عندك فرص عمل ما يقارب من 5000 فرصه عمل موفره للشباب. ليه الموضوع ده؟ نقدر نقول كده بدايه امل، بدايه شغل جديد ممكن يتم على مصر تغطي احتياجاتها من مشتقات البترول والى ذلك. لكن بالنسبه طبعا بعد شرح طبعا طارق الملا وزير البترول وكذلك ايضا وزير البيئه خالد فهمي لهذا المشروع اللي بيعد في بعض الاحيان او جوانب منه كبيره جدا انه صديق للبيئه لانه بيعالج مياه الصرف الاصطناعي. فبالتالي احنا يعني بنفكر بشكل ما من الترشيد. على كل كان البارز كمان من خلال عرض طبعا على الشاشات لوزير البترول وكذلك وزير البيئه خالد فهمي. بعدها كان كلمه الرئيس السيسي اللي كانت كلمه مطوله الى حد كبير، من خلالها قدم نقدر نقول كشف حساب لحكومه الرئيس والمجهود اللي بيتم في الدوله في القضايا الداخليه ذات الشان الوثيق بالمواطن المصري. بنتكلم على سياحه، اتكلم على المشروعات القوميه اللي بتشتغل فيها الدوله، اتكلم كمان على موضوع الكهرباء واللي تم فيه من حوالي اسبوع والرفع طبعا الدعم المتدرج، اتكلم على مشروعات الاسكان الاجتماعي والخطط اللي بتعملها الدوله، اتكلم على كمان مشروع المليون ونص فدان وايه اللي ممكن ينتهي منه، واعطى وعد الرئيس السيسي قطع على نفسه عهد بوعد في منتصف 2018 ان يكون كل هذه المشروعات كامله منتهيه منها. الحديث النهارده كان حديث موجه للمصريين في اذن المصريين بشكل واضح. لم يكن هناك حديث عن الاستثمار الخارجي وكذلك موضوع السياسه الدوليه او مواقف مصر او حتى نقول القضايا اللي بتشغل راي على الساحه على المحيط الاقليمي. كان حديث خالص الى المصريين في جهود مثمرة أو منتظر منها أنها تنتهي في منتصف يونيو 2018. الرئيس أيضا تحدث عن المشكلات والعثرات والعوائق اللي بتواجه مصر في هذا الوقت، تحديدا نقدر نقول الجهات التنفيذية أو الجهات الحكومية أو للمشروعات بشكل كبير جدا. تحدث عن خطر الإرهاب اللي يعني شبهه بنقطة أنه ممكن نفس الخطر اللي بيسببه الحروب هو نفس الخطر اللي بيأتي من الإرهاب، خاصة إذا كان الإرهاب بيبقى موجه للناحية الاقتصادية. أمثلة زي ما قال الرئيس السيسي موضوع السياحة، ونقدر نقول الخسائر المتراكمة اللي ترتبت على السياحة. أيضا الخطر الآخر موضوع التظاهرات أو المطالب الفئوية اللي في بعض الأحيان تكبدت الدولة خسائر كبيرة منها وأصبح تصل إلى حوالي الناتج القومي 97% من الناتج المحلي بيذهب إلى موضوع الرواتب، لأنه الجزء طبعا الفترة الصعبة اللي شافها الرئيس السيسي في اقتصاديا على مصر كانت 2011-2012 لما كان هناك نقدر نقول لم يكن للدولة مشروعات مستقبلية، كان المشروعات كلها موجهة ل يعني تهدئة الأوضاع فيما يخص طبعا المعاشات، فيما يخص السياحة، فيما يخص الرواتب، فيما يخص تثبيت عمال لم يكونوا على رأس عملهم. كمان نقدر نقول انه الجزء الكبير جدا من كل الأمور دي بتعالجها الدولة، وطبعا الرئيس السيسي يعني أعلن عن تحدي ان كل هذه المشروعات المنتظر بإذن الله تعالى انها تكون منتهية منها او منتهى منها جميعا في منتصف 2018، تحدى ان يتم كل ذلك في ما يقارب من 10 الى 15 عام. وقال كمان انه الاصلاح في مصر كان بدأ من حوالي سنة 77، لكن اعتراض الناس جعل كل القيادات التي كانت في صنع القرار في هذه المدة بعد سنة 77، وقتها طبعا كان السادات
بعد هذا التاريخ جعل كل القيادات تتردد بعد ما كانت تجابه من اعتراض للناس. طبعا لو فاكين حضراتكم طبعا يعني يمكن ده كان إشارة في عقل الرئيس ولم يذكرها الأزمة اللي تمت طبعا في السبعينات حينما تم رفع الدعم كاملا عن خبز العيش، وتراجع السادات عن هذا القرار في 24 ساعة فقط على اعتبار أنه كان هناك اعتراض من جانب الجماهير، ويمكن وقتها صور المشاهد موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي أو الإنترنت لبعض الناس اللي اعترضوا على موضوع رفع الدعم عن الخبز. منظومة الكهرباء اللي كانت بشكل كبير خدت حيز كبير جدا من الكلام في موضوع رفع الدعم المتدرج للي فوق كيلو وات، استخدامه بيتعدى فوق 1000 كيلو وات، وبالتالي بيكون هنا لا يحصل على دعم. أما فيما دون ذلك يعني دون 1000 500 100 200 إلى آخره بيحصل على دعم ما يعادل بجنيه ونص لل 500 كيلو وات، وفي ذات الوقت يعني بتتكلم على الفاتورة اللي 100 هتزيد جنيه ونص. ده الـ يعني المجمل في موضوع الكهرباء. وطبعا الرئيس طالب حكومته، طالب المنفذين، طالب المسؤولين بأن هم كل شوية يطلعوا يتكلموا مع الناس، يشرحوا الأوضاع بشكل كبير جدا، لأنه إذا كانت هي يعني فرض فهو ضرورة للحفاظ على التأكيد وتقديم الخدمات للناس. زي ما قلت لحضراتكم الرواتب زودت ما يقارب من 150 مليار جنيه في الموازنة، وأصبح على الدولة أن تتكبدها تباعا من بعد 2011. وبالتالي شرح الموضوع ببساطة إن لما يكون هناك رب أسرة وإن المادة بتاعته مش مكفية أو موارده مش مكفية بيضطر يستلف، فبالتالي عليه إن هو يستلف ويحاول يقلل من الخدمات الدين المعمولة. وطبعا على سيرة الدين اتكلم الرئيس السيسي كمان على موضوع نادي باريس في سنة 91-92 لما رفع عن مصر ما يقارب من 43 مليار دولار، رفعت عن مصر يعني وأزيلت كمية هذه الديون. وربما ده يكون رسالة ليهم على أقل لنادي باريس أو للقروض التانية الأخرى، يقول لهم أنتوا لما كانت مصر في سنة 91-92 وفاكرين التاريخ دون، كانت مصر وقتها بتعاني من هجمات إرهابية، بتعاني من الإرهاب اللي كان بيواجهها بشكل كبير جدا، وفي هذا التوقيت يعني صمدت مصر ويعني عدت من الأزمة بسلام. فما المانع أن تتكرر هذه التجربة؟ ما المانع أن يكون هناك على أقل تخفيض لكم الديون اللي ممكن تكون على مصر الدين الخارجي؟ ما المانع؟ وربما تكون هذه رسالة إلى العالم الخارجي أنه يعني مصر في حاجة إلى خطوة من هذا النوع، مصر في حاجة لخطوة من يعني إزالة بعض الديون أو حتى خدمات الدين المترتبة. الرئيس السيسي يعني في حديث يعني إلى حد كبير جدا يعني كان واضح في يعني التماسك الواضح في إيصال الرسالة إلى المواطن المصري، على اعتبار أنه ليس هناك قرارات تتخذ منفردة، القرارات تتخذ طبعا على اعتبار بمصلحة مصر وليس بهدف قرارات خاصة بالسيسي أو خاصة بالحكومة. طيب معي على التليفون دلوقتي الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية. دكتور رشاد تحياتي، أهلا بحضرتك. يعني اليوم النهاردة خلينا نتكلم قبل حديث الرئيس، ماذا يعني اليوم وهذا المصنع في الإيثالين ومشتقاته، وخطوة بتفكر مصر إنها يعني تغطي احتياجاتها من الإيثالين وطبعا مشتقات البتروكيميات؟ تفضل يا دكتور. باختصار شديد بيساوي إنك هتبطل تستورد من بره هذا الخام، والخام ده داخل في عدد كبير جدا من الصناعات، انما معنى انك مش هتستورد من بره يعني هتوفر عمله اجنبيه. يعني الازمه الطاحنه اللي عندنا في الاحتياط النقدي المترنح اللي بقى اقل من 15.5 مليار هتبقى عندك نافذه جيده جدا وفرات، وده بيساوي انك لازم كمان مصنع او اتنين عشان يبقى عندك طاقه تصديريه اكبر. العالم كله النهارده بيتكلم عن الثوره الجديده، ثوره الانتاج، ثوره الانتاجيه، ثوره التصدير، لانه
التصدير بيعني عمله صعبه، وانا عندي ازمه في العمله الصعبه، وبدل ما اروح للصندوق النقد الدولي ويروي دراعي، لا اشتغل اكتر، انتج اكتر، اطلع انتاج وبطل استورد، اصدر واجيب مزيد من العمله الاجنبيه عشان اجيب مكن والات ومعدات واشغل ولادي واقضي على مشاكل البطاله واتوسع واكفي احتياجات السوق، كل ده مهم جدا. فاي مشروع انتاجي جديد مكسب. ولذلك احنا عندنا مشكله كبيره في العالم الثالث، بنفرح قوي ان في مشروع جاي لنا، حتى لو المشروع ده البان للاسف لانها استثمارات جايه، انما الافضل ان يكون مشروع انتاجي، بيساعدني كتير في خلق فرص عمل، بيساعدني كتير في اني اضخ انتاج محتاج الاسواق، بيساعدني كتير في الحد من الاستيراد، بيساعدني في ان انا ممكن اصدر واجيب مزيد من العمله الاجنبيه. طيب الـ يعني رئيس كمان، انا مش عايز واحد او اتنين، عايز زي ده 10. طبعا يعني عايز مشاريع زي دي 10 اضربها في 10 اضعاف، 10 و100 كمان. اذا كنا عايزين نعمل نقله حقيقيه يبقى هو دي. يعني امبارح مثلا قريت تقرير تصريح مستفز قوي، السيد محافظ البنك المركزي راجل طيب وابن حلال ومهذب، لما يجي يقول ان توقيعنا على القرض وان احنا هنقترب من صندوق النقد الدولي لحظه فارقه في تاريخ اقتصاد مصر. ده انت بتستلف من امتى كان الاقتراض لحظه فارقه؟ من امتى ده الاجيال كلها بتقول لك اليد العليا خير من اليد السفلى، والاجيال كلها والحكمه بتاعت جدتي وجدي وجدك القديم بيقول الدين ما زال بالنهار وما انا بالليل. صح. فانت بتقترض وتقول دي لحظه فارقه؟ لا، اللحظه الفارقه يوم ما نطلع تشريعات تزيد وتضاعف الانتاج وتحسن بيئه ومناخ الاستثمار وتقضي على الفساد والبيروقراطيه، ونبتدي نشتغل ونطلع انتاج حقيقي ونصدر. لان الرئيس قالها، اولا انا ما عنديش رفاهيه الوقت، وقال كلمة أهم منها إن بجانب إن ما عنديش رفاهية الوقت، دي مش المكانة الحقيقية اللي المفروض تكون مصر فيها. طبعا أنا ليه في مكانة متدنية؟ عشان ما بشتغلش، أنا الأول نشتغل، وعشان نشتغل لازم ننقح وننقي بيئة ومناخ الاستثمار، لازم نحفز المبدعين واللي بيشتغلوا، كل ده مهم أول الفترة الجاية. عشان كده التشريع خطوة مهمة جدا ومنظومة مهمة جدا في تفعيل الاقتصاد في أي دولة من الدول. طيب خليني اسال سعادتك برضه، لماذا هذا المشروع مهم جدا في مصر؟ يعني ليه الرئيس راح ده؟ يعني البعض هيقول ده مجرد مصنع. لا، اي نعم مصر 100%، ليه الاهميه الاقتصاديه والحيويه لهذا المشروع؟ لسببين. اي اقتصاد عايز ايه؟ اي اقتصاد عايز حاجتين، عايز اولا يشغل لي عدد كبير من ولادي، طبعا دي نقطه مهمه، عايز بقدر الامكان يجيب لي ايرادات، ثالثا يزود ايرادات الدولة من خلال شكل مباشر وغير مباشر، وعملة محلية وعملة أجنبية. المشروع ده بيحقق المنظومة، بيشغل أعداد كبيرة، ده نمرة واحد. نمرة اتنين وده الأهم، إن أنا بستورد المادة دي من بره وبستوردها بالعملة الأجنبية اللي أنا عندي فيها أزمة، فأنت بتوفر لي عملة أجنبية كنت بستورد بيها. ثالثا أنا النهاردة بكفي احتياجاتي واحتياجات السوق دون أن أمد إيدي لغيري. رابعا المنتج ده داخل في عدد كبير جدا 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 من الصناعات المهمة، وانت بالتالي عنصر ما تقدرش تستغنى عنه. خامسا زي ما الرئيس بيقول، انا عايز من ده مصنع واثنين وثلاثة واربعة عشان اقدر ازود طاقة الانتاجية ومن ثم طاقة التصديرية، وبالتالي اجيب مزيد عملة اجنبية عشان ما اضطرش الجأ ليه زي صندوق نقد الدولي ولا غيره. والرئيس النهاردة بيقول الاتي واضح، بيقول احنا عندنا عجز في الموازنة كبير قوي، وعجز الموازنه ده بيصب في ايه؟ مديونيه، ولما المديونيه تزيد يبقى خدمه الدين بتزيد، يبقى ازمات المجتمع بتزيد. لو اشتغلت طلعت انتاج كفيت احتياجاتي، في الحاله دي عجز الموازنه بيقل، المديونيه بتقل، ودي شروط الصندوق. الصندوق كان واضح قال لازم المديونيه تنزل 8.8، لازم العجز الموازنه، ولازم مديونيتك تنزل من 98% من اجمالي الناتج المحلي الى 88 في خلال اقل من 3 سنين. فاذا انت لازم تشتغل عشان تحقق الارقام دي. ليه؟ لانك لو ما حققتهاش الصندوق بيراقبني وبيفتش عليا وبيقيم البرنامج بتاعي، اللي هو بيديلك على قروضك على 3 سنين، كل 6 اشهر بيقيمك. لو جاب على 6 اشهر ولاك مش جاد، هقول لك متشكرين، مش هديك بقيه الفلوس. والاخطر من دي، هيبقى في انطباع في العالم كله ان مصر غير جاده، ما فيهاش برنامج اقتصادي جيد، ما بتحققش المطلوب، والكلام ده كله، فده يدخلك في دوامات. اديك خير مثال اللي قاله النهارده الرئيس. النهارده الرئيس بيقول ايه؟ بيقول احنا تم اسقاط 43 مليار دولار. صحيح. من ديوننا في نادي باريس.
بتهيألي دي كانت رسالة ليهم ولا إيه يا دكتور؟ يعني على الأقل رسالة، يعني هو ممكن تكون رسالة إن يعني بتصل ليهم، ما المانع تكرروا نفس التجربة على اعتبار إن مصر برضو بتواجه نفس الظروف، محاربة إرهاب؟ أنا لازم أعمل اللي عليا، يعني برضو أنا لازم يكون عندي وزير تعاون دولي محترم قوي يبقى شرس، مش كل همه إنه قاعد مستني لما الحاج إبراهيم الإنجليزي يجي أو راح أقابله واتفقت معاه إنه يجيب استثمارات، ده راح جاي زيارة، إنما لأ دايما هو اصلا وزاره التعاون الدولي معموله ليه؟ معموله بالدرجه الاولى علشان اقدر اقعد مع الدول الاخرى اسقط جزءا من المديونيات، ده الاساس بتاع الوزاره، اسقطه كان في عهد الوزيره الحاليه اللي بتتكلم وكل يوم في الجرايد بتقول كلام كتير قوي كبير قوي، قالت كلام كبير انما اسقطت قد ايه؟ ولا حاجه، تعرف الدور الثاني ايه؟ الدور الثاني زي ما قدرتيش تستنزلي يبقى نتفق معاهم ناخد جزء من الكلام ده نحوله لخدمه التنميه في مصر، يعني ايه؟ يعني الشباب ومشاكل الاسكان والكلام ده كله، اسقطوا جزء من دوت، مصر تحوله الى عمله محليه وتعمل مساكن للشباب، والرئيس النهارده بيتكلم عن 1,000,000 وحدة للشباب والفقراء محدودي الدخل، يبقى ممكن جدا ده كله يموله جانب من المبالغ اللي تسقط من خلال بشكل غير مباشر على ان تخصص لاقامه مشروعات تنمويه في المجتمع. الدور الثالث ايه؟ الدور الثالث حول المديونيه الى تنميه انتاجيه، يعني ايه؟ يعني تعالي يا ستي واعملي بالفلوس دي كلها مشروعات، او خدي مشروعات معينه واقعه وفيها مشاكل وفيها بلاوي اصرفي عليها وجيبي لها مكان وجيبي لها نوع وقفي على رجليها شراكه بيني وبينك، يبقى انا نشطت المشروعات بتاعتي اللي كانت عندها مشاكل وبتعاني من مشاكل وتعثر وفي نفس الوقت شغلتها ونشطتها وقدرت اصدر وقدرت انشط المجتمع وهم استفادوا وانا استفدت. هل شفت انت اي اتفاق من الاتفاقات دي تمت مع وزاره التعاون الدولي؟ طيب بشكرك دكتور رشاد، بس هنرجع لك تاني لازم نروح نسمع الرئيس بيتكلم دلوقتي.